أنا من عشاق الإبل منذ تقريبا 25 سنة أو أكثر. الإبل مخلوق عجيب جدا، يعني الذي يتعايش مع الإبل يدرك أشياء عجيبة تخفى عن كثير من الناس. أنا عندي ناقة مسميها منيفة، طبعا هي من إنتاجنا، ويعني وحظيت بك يعني بعنايه اكثر من غيرها من عندي، انا اهتم فيها وراعيها اكثر من غيرها. فبمجرد ما اجي للمكان وانا في السياره اصيح لها وهي في، يعني مجرد ما صوتي يوصل لها تطلع من الابل وتجي تجيني في سيارتي وتدخل راسها لي. فحتى احيانا اذا قربت من الحلال وانا ما صحت تجي تطلع لي من الحلال وتحط راسها على كتفي، بل انها احيانا تجي برقبتها وتحضني برقبتها، تحضن جسمي كله. اللي يحزنني حقيقه اذا فقدت واحده من نياقي ماتت احزن عليها كثيرا حقيقه، او مثلا مرضت وحاولت اني اعالجها وما قدرت ففي الاخير تموت، فاحزن والله عليها كثيرا. ما شاء الله. انا كصاحب ابل يعني اذكر من بعض القصص التي حصلت لي مع الابل. في يوم من الأيام كانت الإبل سارحة، وبعد ما رجعت من المسراح تقريبا كانت متأخرة في الرجوع لأن كان علينا عجاج، فلاحظت أن واحدة من النياق ما هي وضعها مو طبيعي، تحن وتروح وترجع. كان الشبك عندي طبعا مواصير، يعني مواصير قوية يعني ما تقدر عليها الناقة، لكنها كانت تدز الشبك تبي تطلع وتروح وتمي، يعني ما وضعها مو طبيعي. فقلت للعامل افتح الباب خلينا نشوف وين تروح الناقة. طبعا الإبل كانت عندي فوق 50 أو 55 وظلام ما نشوفها زين، ما ندري وش اللي كان فيها شيء ما جاء أو كذا. فانطلقت الناقة وراحت، لحقت أنا بالسيارة. سبحان الله كانت أختها معها، لكن أختها ما رجعت، صارت ما متأخرة عن الإبل وجلست في طرف الوادي. فشف سبحان الله كيف يعني أنها فيها شيء يعني عجيب من الوفاء. ما دخلت وسجت عن اختها، لا، كانت يعني فقدت اختها في المكان تبي تكسر الشبك عشان تروح لاختها. النايفة اوي 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 النايفة اوي. فيها احد ملاك الابل اللي ضاعت له ناقة، وضاعت الناقة هذه جلست لها يمكن 3 سنين أو 4 سنين. فجاء منطقة من مناطق المملكة ولقاها مع إبل وهو يعرفها يعني طبعا، لقاها مع الإبل وسأل عن صاحب الإبل، قالوا فلان راح له، قال هذه الناقة هذه ضايعة مني. فقال له أنا شاريها من السوق من سنة أو سنتين، ما يعني هذه ناقتي. قال لا، أنا بيني وبينك الشرع. فتوجه إلى قاضي المنطقة اللي فيها الناقة، وحضر القاضي صاحب اللي عنده الناقة اللي في يده، وقال له هالناقة وين حصلتها؟ قال والله أنا شاريها من السوق. فقال له طيب انت وش دليلك؟ قال هذه الناقه انا صاحب الناقه والناقه ضايعه مني. قال وش دليلك؟ قال انا دليلي انا بطلع في عند الابل وبطلع لي على مكان مرتفع وبناديها، ان ما طلعت لي من بين النياق اللي هي معها، يقولون يعني تقريبا 70 او 60 ناقه، اذا ما طلعت لي وجت لي وحطت راسها على كتفي تراها مي بناقتي. فالقاضي كلف لجنة الخبراء أو لجنة هيئة النظر في المحكمة، قالوا طلعوا معه وشوفوا ويعني كلامه صحيح ولا لا. فطلعوا وفعلا صاح، طلع فوق مكان مرتفع وصاح للناقة. يقول أول ما صاح الناقة رفعت رأسها، وثم صاح الصيحة الثانية التفتت له، ثم صاح الصيحة الثالثة وجته لين وقفت على رأسه وحطت رأسها على كتفه. فثبت انها فعلا يعني فيها يعني علاقه وطيده بين صاحب الناقه وبين الناقه. فحسب ما نقلت القصه ان القاضي حكم له وقال للي شراها ارجع للي انت شريتها منه.